لك مين المتميزين النهارده من المغرب؟ اسامه بن المليح. ازيك يا اسامه؟ الحمد لله. ايه الاخبار النهارده؟ منافسه قويه في البطوله العربيه. كانت منافسه قويه مع الخصم الجزائري الذي شقيقنا، وكانت مباراه جد قويه، والحمد لله قدرت نستطع نفوز بها، والحمد لله حلمي ان شاء الله نجيب ميداليه ذهبيه من مصر، وان شاء الله وهذا الفوز ان شاء الله نهديه لوطني المغرب الذي احبه كثيرا، وان شاء الله سافوز بميداليات اكثر، وان شاء الله سافرحهم. يعني انا شايف كل الشباب جايين، كل الملاكمين جايين هدفهم الاول الميداليه الذهبيه. انا كل شيء جاي ليشارك بالميداليه الذهبيه، ليفوز بالميداليه الذهبيه، وانا ايضا، لكن ان شاء الله سافوز بها انا وساهنيها للمغاربة. طيب استعدت ازاي للبطوله دي؟ واستعداد لهذه البطوله شهر واكثر، لاننا ندخل على حسب الظروف المدرسيه ندخل ونخرج، وهي شهر على حسابي انا، شهر واكثر من شهر. احنا متوقع ان الجولات اللي جايه هتكون اصعب والماتشات اللي جايه هتكون اصعب؟ ومتوقع ان تكون اصعب، ولكن ان شاء الله سافوز بها ان شاء الله. اسامه جود لك ان شاء الله وموفق. اشكركم على هذا، واشكر مصر على هذه المنظمه وعلى هذا الاستقبال الذين استقبلونا. فيك عبد الرازق بالرابه، كيفك؟ الحمد لله لاباس. الاخبار البطوله انا شايف منافسه قويه جدا من اول يوم، من اول مباراه. هذيك هي البوكسرات كلها بترينا وبتحضر وربي يوفقنا الناس كل ان شاء الله. الاستعدادات كيف استعديتوا للمباراه؟ يعني كنت بتستعدوا ازاي للبطوله العربيه؟ معسكرات، تدريب، تمرين؟ تمرين سباح وبالظهر كل يوم، ومعسكرات. البطولة العربية دي تفرق مع عبد الرازق؟ تفرق معاك؟ تفرق أكيد. قيمتها إيه بالنسبة لعبد الرازق؟ كبيرة، كبيرة برشا. مهم الاحتكاك اللعيبة العرب مع بعضيهم؟ يعني أنت لما بتلاعب لاعب جزائري، مغربي، مصري، تونسي، أما بتفضل يعني لما الجنسيات بتتلاقى ده حاجة كويسة؟ فيها خبرة، تبادل خبرات لبعض؟ فيها بالطبيعة. تكسب خبرة حتى كي تلعب بلادك بعد، خبرة كبيرة وتاخذ ثقة في النفس. المدرب بتاعك، الكوتش بتاعك، قال لك ركز على ايه عبد الرازق؟ أهم شيء يتكلم فيه عبد الرازق. في المباراة؟ في المباراة. العب البوكس بتاعك، بوكس نظيف وكاو. تمام. عايز اسألك بقى سؤال. كل لاعب مميز في حاجة. في المميز في الهجوم، في المميز في الدفاع، في انت مميز في عبد الرازق مميز في الهجوم ان شاء الله. ها الرازق الماتشات اللي جايه هتكون اصعب؟ تتوقع الايام اللي جايه هتكون اصعب؟ اصعب اما لا باس بفضل ربي.